قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي. وهذا يتناول هذا السياق يتناول الحياء قولا وفعلا. جاءت تمشي على استحياء أيضا على استحياء قالت فكان الحياء في قولها وفعلها، في مشيتها فيها حياء وقولها أيضا فيه حياء، لأن أحيانا القول يكون منافيا للحياء وأحيانا يكون الفعل منافيا للحياء. وهذه جاءته على حياء في فعلها مشيها وأيضا قولها وكلامها ومخاطبتها له. والحياء هو زينة المرأة، زينة المرأة وجمالها. المرأة إذا نزعت أو نزع منها الحياء ذهب الجمال، جمالها في حيائها، جمالها في حيائها. وحياؤها كلما قوي فيها دفعها إلى خيرات عظيمة وفضائل كريمة، وحال بينها وبين الشرور ورذائل عظيمة. ولا تزال المرأة بخير ما دامت متصفة بالحياء متحلية به.